السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني عشاق طيور الزينة في قناة نور علي. اليوم موضوعنا متنوع، لأن مثل ما يقولون القلب يعشق في الجميل، وراح أتكلم على أسماك الزينة وعن نباتات الظل المنزلية، لأن أحد الأخوة في القناة هاوي للسمك الزينة، وأحد المتابعين طلب مني أيضا موضوع عن النباتات والأسماك. الأسماك أنا ربيتها تقريبا، صار لي أول مرة ربيتها بال2006 أو بال2004 ما أتذكر، قديم. بعتهم تالي ربيتهم مرة ثانية، فهالمرة ربيتهم مو علشان أكاثرهم، لأن إذا واحد يحب يكاثر الأسماك يخلي له نوع واحد، أو ما يخلي العدوانيين ويا المسالمين، لأن بعض الأسماك عدوانية. عندك الانجل فيش او الملاك ما ينحط ويا المولي بلاك، لان هذا راسا ياكل الصغار. فهالمره انا ما حبيت اربيهم، لان يحتاجون متابعه ومراقبه. اذا صارت حامل الانثى راسا تعزلها بمكان حاضنه خاصه. المولي بلاك كثير الانجاب، كل شهر تولد تقريبا 25 او اكثر، لكن أنا ما جاي أتابعهم. إذا أريد أتابعهم لازم أخصص لهم حاضنة مخليهم بس أتفرج عليهم، وهم مظهرهم كلش جميل. اللي يحب يربي الأسماك ضروري يعتني بالحوض من ناحية النظافة، لأن إذا كان المربي مبتدئ يحب يشوف الأسماك يأكلون. أنا رحت حلو المحلات بيع الأسماك، كل متخصص لازم يروح كورس ويدرس عن الأسماك، حتى إذا جاء الزبون يشتري من عنده يجيبه على كل سؤال، ما يقول له ما أعرف. فسألته وانطاني كورس تقريبا نص ساعة، كلمني وانطاني معلومات. قال لي السمك إذا تحط له أكل مرة واحدة باليوم، والأكل تخليه يكون ما يطول أكثر من دقيقتين، يعني بمعنى آخر الأكل يكون كلش جدا قليل، ما يطول أكثر من دقيقتين. والسمك الحوض ما تخليه مكان تلوح الشمس، الإضاءة تخليها تقريبا 12 ساعة باليوم لهم ضروري. لأن بعض الأخوة سألني يقول لي الحصى دائما ألقى فيه وساخة وعفن، العفن يأتي من كثر الأكل، إذا خليت الأكل يطول أكثر من دقيقتين يعفن ويتمرضون السمك ويموتون، أقل من دقيقتين ما يطول. ضروري تخلي أكل فلتر، والحرارة الفلتر ينظف الماء أيضا، يعني أنا هذا الماي صار لي تقريبا 5 أشهر ما ننظفه، وجدا نظيف ونقي. الماي دائما تخليه نظيف ايضا، يعني ما تخلي ماي ملوث وتخلي لهم. هاي ضروري التعليمات تتبعها اذا تريد تحافظ على حوض السمك، بس ضروري ضروري الشمس ما تلوحها، الشمس اذا لاحتها راح يصير عفن بالنباتات والماي، ويصير في طحالب ويموتون. وايضا للأهمية هذا مثل مغناطيس دائما تستعمل بهاي الطريقة، إذا شوفوا محلات بيع السمك دائما ينظف الزجاج ويخليه بمنظر جدا جدا رائع ينظفه. هاي بالنسبة للسمك. النباتات يعني البيت جدا ينطي منظر جميل. هاي اللباب تقريبا عمرها سنة أو سنة ونص أنا اشتريتها، أيضا هي نبتة الظل ما تحتاج شمس، لكن انا اخلي لها اضاءة بهاي الكيفية، يعني مظهرها جدا جميل راح تحتاج معاناة. حتى النباتات يكون تنسيق بالري، اذا اصب لها ماي انا هنا باعتبار الجو بارد اصب لها بالاسبوع مرة واحدة، كل جمعة اصب لها، لكن ضروري التربة بشهر الرابع انا ابدل التربة واحط لها اسمدة عضوية وغذاء، مثل السماد اللي يتكون فيه الفسفور والزنك وباقي الغذاء الصحي للنباتات، مظهرها جدا جميل. طبعا هذه اللبابة أو عدة أسماء له بالدول العربية، جدا رائع ينتشر بصورة جدا رائعة بالبيت، يمشي ويعمر عدة سنوات. النبتة العنكبوتية أيضا جميلة ترتفع وهاي تتفرع، أيضا هذه تتفرع إذا أحد يحتاج، يعني أو أنا أريد نبتة ثانية بغير بيت أيضا أقدر آخذ منها مثل ما يسمونه تعقيل، آخذ منها فرع
واغرسه اول اخليه بالماء فتره، من يطلع عروق احطه بمكان. ايضا هذه النبته اسمها ليليا، ترتفع تصير تقريبا متر او اكثر من متر، يطلع فيها ورد جدا جدا جميل اذا كبرت. عندي زنبق السلام، هذه نبتة جدا رائعة، إذا كبرت بالربيع تطلع منها وردة بيضة جدا رائعة، وردة بشكل جرس. وأيضا نبتة ما ذكر اسمها بالعربي، أعرفها بالدنماركي. وهاي نبتة مثل النخيل، أيضا ترتفع تصير جدا مرتفعة، توصل حتى 3 أمتار، لكن نموها بطيء. فالنبات أهم شيء تحط له الأسماد، الأسمدة، أكو أسمدة طبعا بالمحلات بدون رائحة، وتهتم بالماي. الماي ما تكثر مثل ما قلنا، تخليه إذا الجو حار تخليه بالأسبوع مرتين، إذا الجو معتدل مرة واحدة بالأسبوع حتى لا يموت، وإذا صار الماي كثير يموت الزرع ويصير رائحة بالبيت. النبات ينطي مظهر جدا رائع بالبيت، أنا أعشق 3 أشياء، الطيور والأسماك والنباتات بالبيت، يعني خاصة إذا جلست الكرسي الهزاز اللي أعشقه، أشرب القهوة وأتفرج على الأسماك والنباتات، مظهر جدا رائع وريح نفسيا. هذا كل ما موجود اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.